مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم، مرحبا بكم الى عدد جديد من برنامج كلام مباشر على المباشر على الشروق الاخباريه. نبدا باهم القرارات الصادره عن اجتماع مجلس الوزراء. من ضمن المواضيع التي لم تكن في اجنده مجلس الوزراء ولكن يبدو بان الاحداث فرضتها هي ازمه المياه في ولايه تيارت. الرئيس تبون قالها بصريح العبارة: أمامكم 48 ساعة فقط من أجل حل هذه الأزمة أو العثور على حلول. فهذا هو القرار الذي صدر بخصوص أزمة المياه في تيارت. رئيس الجمهورية يمنح 48 ساعة فقط على أقصى تقدير لوضع برنامج لحل مشكل المياه الشروب في تيارت. مثل ما تشاهدون في الصور، كانت هنالك احتجاجات في مدينة تيارت نقلتها الصحافة، حيث خرج عدد من المواطنين أغلقوا الطرقات في نقاط عديدة بسبب نقص التزود بالماء الشروب. وشفنا احتجاجات ربما لم نشهدها منذ فترة، استعملت المتاريس والعجلات لمنع مرور السيارات. المواطن التيارتي عبر عن تذمره الشديد من نقص المياه، من أزمة المياه، ويبدو أن الرسالة وصلت إلى مجلس الوزراء. حتى السلطات الولائية كانت قد اجتمعت مثل ما نشاهد في الصورة مع المجتمع المدني أظن قبل يوم، ووزير الري كان قام بزيارة إلى ولاية تيارت في شهر مارس، نهاية شهر مارس الماضي. وحينها أكد وزير الري طه دربال أن أزمة التموين بالماء الشروب بهذه الولاية، مضى شهر مارس وشهر ماي ودخلنا في جوان ويبدو بأن الأزمة لم تحل، لذلك كان هنالك احتجاجات شعبية. وحتى والي الولاية، إذا استندنا إلى صفحة الولاية زيادة على لقائه بفعاليات المجتمع المدني، كان هنالك لقاء يوم الخميس 23 ماي ما أشرف عليه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقاء حول وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية تيارت. كما قلت هذا اللقاء كان في 23 ماي، يعني منذ أسبوع، واستعرض فيه مختلف المسؤولين المحليين مثل ما نشاهد في الصورة، هذا الأمين العام للوزارة وزارة الداخلية مع والي ولاية تيارت. ومن بين التوصيات السهر على تطبيق كل التدابير والإجراءات الموضوعة محليا لتزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية وتحسين الخدمة العمومية في توزيع المياه، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف ميدانيا على هذه العملية وتجاوز جميع العقبات. تحدثوا عن استلام المشاريع، يعني هذا كله في انتظار استلام المشاريع الحالية. أهم المشاريع هي مشروع شط الشرقي ومشاريع حفر الآبار في بلدية عين الزاريت وعين بوشقيف، هذه من ضمن المشاريع التي يمكن استلامها يخفف نوعا ما الأزمة. العمل على تقليص الأجل التعاقدية مع المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع المهيكلة في قطاع الموارد المائية على غرار مشروع جلب المياه من الشط الشرقي، والعمل بنظام 8 ساعات 3 مرات لتجهيز هذه المشاريع إلى أقرب الأجل. في نهاية المطاف كان هنالك تحركات، ولكن لا يبدو بأن المواطن التيارتي لمسها إلى درجة خرج إلى الشارع، ووصلت هذه الاحتجاجات إلى مجلس الوزراء. واليوم الرئيس يعني أعطى مدة زمنية محددة، قد يراها البعض أنها مدة صعبة، 48 ساعة لحل الأزمة، أزمة المياه في ولاية تيارت. فهذا هو القرار الذي يمكن أن نقول أنه صدر اليوم عن مجلس الوزراء في انتظار تنفيذه محليا. لمناقشة هذا الموضوع معي الأستاذ سليمان زرقاني، وهو نائب برلماني عن حركة مجتمع السلم، وهو ممثل لولاية تيارت عبر خدمة أسكايب. طبعا أستاذ زرقاني مساء الخير، مرحبا بك. مساء الأنوار، تحية لك أخي قادة ولمشاهدي قناة شروق نيوز. طيب، يبدو سليمان زرقاني بأن هذه الأزمة ليست جديدة في ولاية تيارت، وأنا قرأت قبل قليل مجموعة من التحركات على مستوى ولائي، حتى آخرها كان اجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية مع الوالي، وكان هنالك زيارة للوزير، وزير القطاع في نهاية شهر مارس الماضي.
يعني ما الذي أوصلها إلى مجلس الوزراء اليوم، وما الذي أخرج المواطنين في ولاية تيارت؟ هل بسبب نقص في التنفيذ أم خوفهم من أنها مجرد وعود؟ أخي قادة، أولا تقدم يعني باسمي الخاص كنائب عن شعب ولاية تيارت وكون ساكنة ولاية تيارت بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية الذي أعطى الاهتمام الخاص لهذه الذي المعضلة الكبيرة جدا التي حدثت وحلت بولايتنا. أقول لك أن المشكلة هي منذ سنوات، للأسف أقولها وأكرر أن المشكلة منذ سنوات. أنا شخصيا منذ دخولي لقبة البرلمان في 3 سنوات وأنا أرافع عن غياب المشاريع في قطاع الموارد المائية بتيارت، وأيضا نبهنا إلى وجود خطورة أنه نصل إلى هذا اليوم. أخي قادة والمشاهدين الكرام، هل تعلم بأنه سكان تيارت من شهر فبراير هناك بعض الأحياء وبعض السكنات وصل المياه جيهم ساعات في شهر؟ فالحد الذي وصل إليه ساكنة تيارت، مدينة تيارت وما أدرك ما مدينة تيارت، مدينة الحضارة ومدينة الدولة الجزائرية الأولى، هذه المدينة أصبحت بشح كبير جدا من الماء. أقول لك الذي أوصل أن يصل الأمر إلى مجلس الوزراء كان له أن يصدق، كان يجب أن تصل أمور أخرى كبيرة وترفع من حسن الواقع ولاية، ولكن هناك تقصير على مستوى المحلي من المشرفين على قطاع الموارد المائية الذين أوصلونا إلى هذا الحال. أقول أنه بعض الإطارات في مديرية الموارد المائية منذ سنوات، والجميع يعرف أنه الأزمة كبيرة جدا، تعاقب الوزارة، رفع الانشغال، الساكنة كانوا يصبروا أن يجيهم الماء مرة في سمانة، مرة في 15 يوم، لكن أن يصل مرة في الشهر هذا الذي دفعهم بالخروج. أكيد الخروج لا نحبذه ولا نريده ولا نرغب فيه ولا نحبذ أن يستغله من يريد بجزائرنا السوء، ولكن الذي أخرجهم هو شيء عظيم جدا، ضروريات الحياة من خلال انعدام الماء بشكل كبير جدا. أستاذ فرقاني، الصهريج الواحد إلى 7000 دينار جزائري للصهريج بالنسبة للطوابق المرتفعة، يعني مرة في الشهر وصهريج المياه 7000 دينار، شيء طبعا صعب بالنسبة إلى المواطنين خصوصا في مثل هذه المرحلة. ولكن أعود بك إلى زيارة وزير الري إلى الولاية، يعني الغريب في هذه الحالة، في الحالة التيارتية إن صح التعبير، أن الحلول يتحدثون عن حلول واقتراحات متوفرة، يعني مثلا جلب المياه المحلات أو الربط من آبار عجر مايا لضمان تموين مستدام بهذه المادة، وعندهم الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية، يعني قالها وزير الري في الزيارة على غرار كل ولاية الوطن، هذا الحقل المائي المتواجد ببلدية زمالة عبد القادر في الولاية المنتدبة لقصر الشلالة يتوفر على 19 بئر ارتوازية تقدر طاقتها الإجمالية ب 400 لتر في الثانية، وهو ما يعادل 34 ألف متر مكعب يوميا، وهذه معلومات واردة من بيانات رسمية. يعني وقال الوزير أعطينا توجيهات لتقديم بطاقات تقنية لإنجاز أبار استكشافية، أيضا هنالك استرجاع واستعمال المياه المستعملة المصفات لأنه يمكن استغلالها لأغراض فلاحية وصناعية وخدمية. يعني وكأن الاقتراحات موجودة، الوالي قبل يومين وبعد اللقاء مع المجتمع المدني قال كاين مخطط استعجالي، فما الذي يحدث؟ أين المشكل بالذات؟ الإشكال بالذات هو غياب الاستشراف، غياب الاستشراف عن أهل القطاع سواء على مستوى الوزارة في السابق. أنا شخصيا عندما أتحدث، أنا أؤكد لك ما قلت أخي قادة بما يتعلق بكل المشاريع المقترحة، أجر مايا 19 بئر، هذا المقترح من سنة 2021 ونحن نرافق وندافع عنه، وكان واضحا للجميع أن الأزمة سنصل إليها لا محالة، ولكن لا أذان ساغية. هناك مشروع الربط يعني مصفات تحلية مياه البحر الماو، أيضا كانت تيارت مبرمجة لكن جمد المشروع، لا نعرف الأسباب الحقيقية، رغم أن تيارت كان الجميع يعرف أن جل مناطقها تعاني من شح في المياه. الربط بالشرق الشرقي هذا المشروع الذي كانت دراسته منذ سنوات طويلة، وكان الإدراك جميعا أن ولاية تيارت بحاجة أو مدينة تيارت بشكل خاص بحاجة إلى الربط بالشط الشرقي، لكن للأسف توقفت الأمور. أخي قادة سأجيبك باختصار عن كل هذه الأشياء الغريبة، أنه في تيارت لمدة تقريبا 15 سنة
صفر مشروع في قطاع الموارد المائية، أقول صفر مشروع بالنسبة للمشاريع التي كان من شأنها. طيب يبدو بأن الاتصال صعب مع الأستاذ زرقاني، سنحاول أن نعود الاتصال به. ينبغي أيضا الإشارة إلى نقطة مهمة مرتبطة بأزمة المياه في ولاية تيارت، أن هذه الأزمة أيضا، والأستاذ زرقاني معي مجددا، أن يعني سد مياه سد بخدة وصلت إلى الصفر، يعني تراجع المنسوب تماما، وهذا السد كان يمول سكان 4 بلديات منها عاصمة الولاية. ويبدو بأن المواطن غضب أو خرج إلى الشارع لأنه مل من الوعود التي قدمت له من طرف بعض الجهات المختصة بتحسين على الأقل نظام توزيع المياه، مثل ما كان يقول الأستاذ زرقاني وصلت إلى مرة في الشهر. كنت تتكلم أستاذ زرقاني، كنت تريد أن تقول نقطة مهمة، تفضل. قلت لك النقطة المهمة جدا أنه غياب المشاريع لسنوات طويلة منذ 15 سنة بالكامل صفر مشروع استراتيجي للولاية، كان الاعتماد يعني خلينا رانا مهنيين سد بخدة راها معمر، وبالتالي مدينة تيارت ما عندهاش إشكال، ورغم أنه عديد المرات السد ينخفض مستوى، هذه المرة وصل للصفر بسبب رانا في 3 سنوات على التوالي من الجفاف في المناطق الغربية وخصوصا ولاية تيارت. الآن وضعه كتشوفوا يعني بالنسبة للمواطن التيارتي يبكي، ولكن أنا أقول من هذا المنبر أخي قادة وهو منبركم الطيب، أنه يجب أن نقف وقفة محاسبة عن من تسبب في هذا الوضع، من الذي وصل أو أوصل الشارع التيارتي إلى الخروج والتصرف بهذا الشكل، من المسؤول عن عطش أهل تيارت، من قام بكل هذا؟ فبالتالي يجب المحاسبة لكي لا تتكرر هذه الأخطاء، لأنها أخطاء كارثية تتعلق بأمن المواطن، أمنه المائي، وهو أمن يعني شيء طيب. لا يستهان. هنا يجب أن نقف وقفة محاسبة. وقفة المحاسبة قد تكون اليوم مجلس الوزراء قد يكون نقطة بداية لفتح هذا الملف على مستوى مركزي، على مستوى أعلى السلطات في البلاد. نعود نذكر بمخرجات الاجتماع حتى نناقشها في نهاية هذا اللقاء أستاذ زرقاني، هو الرئيس تبون أمر بإعداد برنامج استعجالي واستثنائي لحل مشكلة المياه الشروب بتيارت، ومنحت 48 ساعة على أقصى تقدير لوضع برنامج لحل مشكلة المياه مع إنجاز مشروع تحويل المياه انطلاقا من منطقة سد الشرقي على مسافة 42 كيلومتر. والرئيس تبون أزدى تعليمات صارمة لتدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع المياه بولاية تيارت. يبدو أن هذه المرة بأمر رئاسي، يعني 48 ساعة لإنهاء مشكلة توزيع المياه على الساكنة و20 يوما للانتهاء من المشروع. نعم أخي قادة، أنا أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية لسبب رئيسي، أنه كل ساكنة تيارت في هذه 3 أيام الأخيرة خصوصا الأسبوع الأخير حالة رعب كبيرة جدا، كنا ننتظر يعني بشكل يعني قرار مثل هذا أثلج صدور تيارتيين بشكل عام، وجعلهم الآن في طمأنينة 48 ساعة يصبروا، لأنهم صبروا عدة أشهر وعدة سنوات في في في, في العطش. فالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية، وأي من هذا المنبر ندعو السيد رئيس الجمهورية أن يكون برنامج خاص لولاية تيارت، لأنه ليس الإشكال فقط في قطاع الموارد المائية، نخاف أن تحدث إشكالات أخرى بسبب النقص الفادح في المشاريع لهذه الولاية. إذن ساكنة تيارت اليوم مطمئنون لما سمعوا رئيسهم يطمئنهم بشكل خاص من مجلس الوزراء، لكنهم يشكرون الرئيس ويقولون في نفس الوقت من تسبب في عطشنا يجب أن يحاسب، يجب أن يحاسب الحساب الذي يليق به، وأن نحمل كل أحد المسؤولية لكي لا يتكرر هذا الأمر الذي حدث في تيار. أمر فظيع جدا، أمر غريب جدا، أمر يعني لي الأمانة. من هذا المنبر أيضا أنا لكي نعطي الناس حقوقهم نثمن جهود سيد والي ولاية تيار الذي لم يدخل جهه، واستلم ملف ثقيل جدا، ربما تاركة ثقيلة جدا لا يتحمل مسؤوليتها رغم اجتهاده الكبير. أكيد دفعة مثل هذه التي قام بها سيد رئيس الجمهورية اليوم في مجلس الوزراء تعطينا أريحية كساكنة ولاية تيارت، وتعطينا أمل آخر أن سيد رئيس الجمهورية يهتم بهذه الولاية اهتمام خاص، لا أقول اهتمام لأنه أكيد مهتم بها، لكن اهتمام
خاص لما تعانيه هذه الولاية من نقائص، خصوصا ما تعلق بالبنية التحتية من الطرقات وكل المشاريع التي تحتاجها التنمية بهذه الولاية. الأستاذ سليمان زرقانية النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم وأيضا عن ولاية تيارت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، يعطيك الصحة سيد سليمان. يعطيك الصحة. ما أشار سليمان زرقاني إلى الوالي، فعلا الوالي ولاية تيارت من أكثر الولاة الذين ليست شهادتي حتى النائب البرلماني من حركة مجتمع السلم، يعني هو لا يرمي وردا على الوالي عندما يقول بأنه وارث هذه التركة الثقيلة من عهدة سابقة، وأيضا الوالي مشهود له عبر الفيسبوك ونبض الشارع بأنه قريب جدا من المواطنين بلغته البسيطة، ولا شك بأنه مثل ما قلت هنالك تحركات ولائية، يبقى فقط أن كانت تحتاج إلى لمسة أخيرة، إلى ضغط قوي، وربما القرارات التي أتت اليوم في مجلس الوزراء سوف تدفع بهذه الحلول إلى الميدان حتى لا يشهد المواطن تيارتي حالة غضب مثل ما شهدها في الأيام الماضية. أيضا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم مشاهدينا الكرام، أمر الرئيس تبون بإعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الوطنية، خاصة مع تزايد عدد الشركات الناشطة في هذا المجال، وكلف الرئيس الحكومة بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات إلى الخارج. النقطة أيضا الملفتة للانتباه فيما يتعلق بتسيير الموانئ هو أن الرئيس تبون أمر الحكومة بإعداد تصور أو استراتيجية جديدة لتسيير الموانئ في الجزائر تقدم أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت، وشدد على احترام مواعيد إفراغ الشحن لتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، نقصد الشحن هنا الحاويات والسفن، بما يسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة. تعرفوا بلي هذا مشكل كبير، أن الكثير من الموانئ الجزائرية يعني لا تستطيع استيعاب السفن الكبيرة وذات الوزن الثقيل، مما يدفعها إلى تفريغ شحنتها حتى في بلدان قريبة، وهذا مع حساب تكاليف الشحن والتفريغ والتفاوض الذي يكلف الدولة الكثير. معي الدكتور الهواري تيغرسي الخبير الاقتصادي والأستاذ جميع عبر الهاتف. دكتور تيغرسي مساء الخير، مرحبا بك. أهلين، مساء النور لقادة ولكل طبعا متابعي شروق. طيب، الرئيس يأمر الحكومة بإعداد تصور شامل استراتيجية جديدة لتسيير الموانئ، ما معنى ذلك وما أهميته أستاذ تيغرسي؟ والله شوف، لاحظنا أنه كل تقريبا الشعب الجزائري يلاحظ المشكل الموجود في الموانئ، قضية تبط كثير من الحاويات على مستوى الموانئ في بعض الحالات، أنه والعلاقة البيروقراطية اللي موجودة أنه في تحتاج إلى ورقة، ويمكن طبعا تسوية هذه الورقة وخروج هذه الشاحنات، وفي توفير هذه الحاويات، وفي بعض الحالات أنه هذه الحاويات تكون مجال طبعا المجال المرتبط خاصة ببقاء هذه المنتجات قابلة للاستهلاك، ولكن نشاهد أنه هذه العراقيل البيروقراطية تخلي طبعا هذه الآلات وهذه طبعا المنتجات في بعض حتى وصلت إلى مستوى طبعا الفساد. نظن أنه السيد رئيس الجمهورية تمر من هذه الأمور وركز تقريبا على 4 نقاط مهمة، إشكالية الحذر من واليقظة من كل طبعا تلاعبات خاصة سياسة باطة، وهنا يجب أن تحدد مدة زمنية لطبعا هذه الحاويات في الموانئ، يجب لأنه عندنا إمكانيات في الجزائرية، وإذا طبعا لم تكن أو غير قابلة لاستغلالها يجب طبعا إيصال طبعا هذا المشكلة للسلطات المحلية لتوسيع طبعا هذه الموانئ ولتفعيل الحركية. صحيح. بالنسبة لي طيب، تذكر دكتور تيغرسي بأن هذا الكلام عن طريقة تسيير الموانئ بشكل جديد ليس جديدا، يعني على الأقل إذا تذكرت أن قبل سنتين 2022 و2023 كان هنالك كلام وأوامر من الرئيس تبون بإعداد استراتيجية، وحينها طرحت إشكالية السفن والمساحات وتأخر إفراغ بعض السفن ذات الوزن الثقيل، ويعني طلب البعض باستحداث سلطة مينائية
تكون بمثابة الأداة لمحاربة البيروقراطية. وهنالك أيضا إشكالية ترتبط بهذا الميناء، يعني من يسيره كشركة اقتصادية تريد الربح، يعني كيف لهذا الميناء أن يتوقف أكيد مع نهاية الأسبوع بعد الرابعة مساء لا يعمل؟ يعني كاين بزاف إشكاليات. يجب أن نلتقي أو نرتقي إلى مستوى العالمية فيما يخص عملية التسهيل. شفنا أنه بعض الشركات العالمية لدويلات مثل كثير منهم، ولكن هناك إمكانية وطنية، ويجب في بعض الحالات الولوج إلى المنظومة القطاع الخاص. نظن أنه المراحل السابقة كانت إشكالية بالنسبة للميناءات الجافة، وهنا أنه لاحظنا تحرر كثير من الموانئ من عملية الشحن لأنه تذهب مباشرة إلى الموانئ الجافة، وشفنا أنه المشاكل ليومنا هذا لم تحل إشكالية الموانئ الجافة. هناك بعض الاستثمارات اللي كانت في الموانئ الجافة، وحتى بالنسبة للقطاع العام، هناك بعض الموانئ الجافة اللي تعاني إلى يومنا هذا. هنا يجب أن، علاش قال السيد الرئيس، يجب أن تكون استراتيجية متكاملة لوضع طبعا خارطة، سواء بالنسبة للمواعيد واحترام المواعيد، سواء بالنسبة لعملية التوظيف، وحتى بالنسبة لعملية التسهيل. لأنه وهنا ينبغي أن نقتدي بكثير من دول رائدة فيما يخص هذا الجانب. ينبغي أن نرتقي إلى مثلا منظومة رقمية حقيقية لمعرفة كل السلع ومعرفة كل الحاويات. أنه ما زلنا إلى يومين هذا نسمع أنه الحاوية فلان فيها سرقوها وفلان جازت. ينبغي أن نرتقي لمنظومة رقمية من خلال رقبة لمعايير ومنتجات. أنا مرة نمر في الحدود الجزائرية نسمع أنه الجمارك في هذه المرحلة ما عندهمش حتى سكانر، وجيراننا التوانسة عندهم. ينبغي إعطاء كل إمكانيات باش تتم مراقبة بمنظومة رقمية حقيقية جديدة حسب الحل، حسب طبعا التكنولوجيا ونصلت لها. وهنا ينبغي تحقيق الاستثمارات، لأن المداخيل بالنسبة لهذه الموانئ هي مداخيل كبرى. إذن يجب أن تعامل على الأقل طريقة التعامل مع كل المستوردين حتى بالنسبة للمصدرين، لأنه في الجزائر لما تصدر صعيبة 10 مرات مقارنة مع عملية الاستيراد. إذن ينبغي وضع خريطة منظومة لمراقبة كل المنتوجات. صحيح. واليوم بكل صراحة قادر نعرف أن سوق الموازية بعض المنتجات ممنوعة، ولكن تجاه سوق الموازية منين دخلت طبعا هذه السلع؟ وبالتالي أنه غياب منظومة حقيقية لمراقبة. هنا نحتاج على المنظومة الرقمية والمعايير طبعا العالمية لمراقبة. ما بقاش أنه مراقبة افتح الكونت، لا، ينبغي أن نرتقي إلى مستوى عالي من استقطاب طبعا تكنولوجيا في هذه المجالات. وشفنا أنه كثير من دول، وينبغي حتى قضية المشاكل اللي موجودة على مستوى الجمارك ينبغي حلها بمنظومة مالية، عوض أن تحل طبعا هذه المشاكل بمنظومة طبعا رضعية. الرضعية يجب أن تكون جانب مالي أحسن. صحيح. فيما يخص، وهنا نتمنى أنه تكون تشريعات قوية وتشريعات تكون تعتمد على معايير للمردودية. أنا الهدف ليش نقول لك أنت 3 شهور ولا 6 شهور ما تدخلش، لا، نقول لك تخلص الكمية هذه من النقود. مفهوم. وتدخل طبعا السلع هذه، وكل شيء يعود بالفائدة على الخزينة العمومية. كل شيء يعود طبعا بالفائدة بالنسبة للسلطات العمومية وبالنسبة للمواطن بصفة عامة. يعطيك الصحة دكتور هواري تغرسي، الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف. شكرا. شكرا. البارح كان عيد الطفولة، وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة دارت يوم احتفالي خاص بالطفولة. هذا اليوم الاحتفالي كان مميز لأن الأطفال هم الذين صنعوا الحدث، حتى الشكل الذي كان يعني عليه أنه يجلسوا مع الوزراء، وتعرفون بعض هؤلاء الأطفال من المبدعين وبعضهم من أعضاء البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا أعمالا فنية جميلة جدا. يعني بغض النظر عن الخطابات الرسمية والكلمات الرسمية التي تقال في مثل هذه المناسبات، عدد من الوزراء شاركوا في هذا الاحتفال. الأهم كان من طرف وزارة التضامن أنها أشركت الأطفال في يومهم، مثل ما نشاهد الأطفال تاع الكشافة أيضا كانوا هنالك، وهم جلسوا جنبا إلى جنب مع الوزراء واستمعوا وشاركوا في جلسة مهمة جدا
جلسة عن الانترنت وعن مخاطر الانترنت. فوزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو قالت أن عددا معتبرا من الأطفال جعلوا من الانترنت فضاء إبداعيا لابتكاراتهم، ودعت المجتمع الدولي أيضا إلى الوعي بإيجابية الفضاء الرقمي وتجاوز سلبياته، وذكرت أيضا في خطابها في كلمتها بالطفل الفلسطيني. كان من الصعب أن يتم الاحتفال بيوم الطفولة العالمي بدون الوقوف عند المجازر، عند حالة الإبادة الجماعية. تعرفون عدد كبير من الشهداء الذين يسقطون في فلسطين هم من الأطفال والنساء. فالوزيرة قالتها بصريحة العبارة، لا يمكن لمنظمة اليونيسف أن تقول بأنها أو تزعم بأنها تدافع عن الأطفال في الوقت الذي يموت فيه عدد كبير من الأطفال في فلسطين. وقالت كريكو أيضا، كوثر كريكو، في هذا الملتقى تحت عنوان تحت شعار الطفولة والإبداع الرقمي، أن الجزائر بالعودة إلى الأمور المحلية سنت قوانين من خلال تعديل دستور نوفمبر 2020 بموجب مادته 71 يعاقب جميع أنواع الاستغلال في المجال الرقمي. وأشارت إلى أن قطاع التضامن الوطني قام بإشراك ثلة من الأطفال للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وقالت أن هنالك مبادرات هادفة إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال. أيضا كان هنالك ممثلين عن الأمن، الدرك الوطني والشرطة. مثلا الدرك الوطني الممثلة نتاعه قالت بأن الطفل الآن في الشارع بات أكثر أمنا، يعني تصوروا خطورة الجملة، الطفل في الشارع في الزنقة أكثر أمنا من الطفل في البيت ومعه هاتف وحيد. يعني مع الهاتف، الطفل الذي في غرفته وحيد مع الهاتف هو في خطر حقيقي مقارنة حتى بالطفل الذي في الشارع. فحتى ممثل الشرطة الوطنية ذكر مجموعة قضايا، أكثر من 5000 قضية سبرانية معظم ضحاياها أطفال سواء ضحايا أو متورطين، وهنالك 113 قضية تمس القُصر عبر الإنترنت تم معالجتها في السنة الماضية فقط. فأمور خطيرة، وهذا اليوم كان كما قلت مهم جدا حتى يتم تسليط الضوء على جانب له ارتباط كبير بالطفولة وعلاقتها بعالم التكنولوجيا والإنترنت. يبقى فقط أن أحيي أيضا الأطفال الذين أبدعوا في تقديم مسرحية، وهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسرحية عن فلسطين، وكان هنالك أيضا لوحات فنية والعديد من النشاطات. ربما سأتي بأسمائهم غدا حتى أذكرهم بشكل مباشر. نذهب إلى فاصل ونعود إلى كلام مباشر، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى كلام مباشر. كان من المفروض الفقرة الرياضية نتحدث فيها حصريا عن التشكيلة التي اختارها المدرب بيتكوفيتش وارتدادات هذه التشكيلة. تعرفون ما وقع مع رياض محرز وبليلي ولاعبين آخرين، ولكن قبل هذا لابد من الحديث عن الحدث الذي كان أمس. ريال مدريد الإسباني أحرز لقبه 15 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على بوريسيا دورتموند الألماني 2-0. المباراة خاض ريال اللقاء مع تشكيلة خلت من المفاجآت، اعتمد فيها هذه هي صور الاحتفال لهذا النادي الكبير، أكبر نادي في العالم بشهادة الأرقام 15 لقب. فأهم شيء قاله كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سألوه يعني عن تعليقه على اللقب 15، قال أنا أفكر الآن في اللقب 16، يعني فلسفة الكبار هكذا يفكرون، أنه بدأ التفكير في الفوز بلقب دوري الأبطال رقم 16 في تاريخ ريال مدريد بمجرد الانتصار بثنائية دون رد على بوريسيا دورتموند. واليوم جريدة ليكيب الفرنسية عنونت بالبنط العريض مثل ما تشاهدون، هذا هو فريق ريال مدريد، ليزانتو شابل، هؤلاء هم ريال مدريد الذين دخلوا يعني التاريخ منذ زمان ليس الآن، ولكن أكدوا أنهم صناع للتاريخ. حتى عندما يفتقد النادي
إلى نجوم كبار، فأنشيلوتي صنع هذا النجاح مع مجموعة من الأسماء، بينها أسماء كانت يعني إلى حد قريب يقال أنها لا تليق بتاريخ ريال مدريد. فهذه هي الصور، أنشيلوتي يرفع على الأكتاف طبعا، وكان هنالك توديع خاص للاعب الألماني توني كروس الذي سوف أو كان البارح آخر ظهور له بقميص فريق ريال مدريد بعدما قرر اعتزال الكرة. أيضا مودريتش الذي يبدو بأنه سيكون موسمه الأخير، في انتظار وصول كيليان مبابي الذي وقع أخيرا حتى يلعب مع ريال مدريد، وسوف يكون تقديمه في الساعات أو الأيام القادمة. صحيفة ماركا الرياضية قالت عن ريال مدريد أنه آلة للفوز بفضل تفوقه بالبارح، وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الرئيس فلورنتينو بيريس بعد المباراة، قال بأنه يتطلع إلى المستقبل، إنها نقطة البداية. شوفوا يعني بعد 15 لقب المدرب يقول أفكر في 16، ورئيس الفريق يقول أنها نقطة البداية للانطلاق فقط، ففريق كبير وفلسفة كبيرة. وأكثر لاعب تأسفنا عليه البارح، معليش لأنه فرحنا مع مدريد، هو رامي بن سبعيني، كنا نتمنى لرامي أن يدخل التاريخ، ولكن يا رامي بن سبعيني هذا ريال مدريد، ففي نهاية المطاف حتى من شاهد بداية المباراة كان يشاهد تفوقا ملحوظا لبوريسيا دورتموند قبل أن يصاب الأنصار بالخيبة مثلما تشاهدون في الصور. و كلام كثير عن هذه المباراة قبل ما نذهب إلى الفريق الوطني. أرحب بالناقد الرياضي ومدرب كرة القدم عبر خدمة سكايب حمزة كحلوش. كوتش حمزة مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور قادة، تحياتي لك ولكل مشاهديك الكرام. طيب يبدو من خلال المقدمة بأنه أنا يعني لا علاقة لي بريال مدريد، يبدو هذا يعني، وبأني لست سعيدا بهذا الانتصار، ولكن حمزة يعني فلسفة كبيرة يقوم عليها هذا النادي. البارح رونالدو مثلا عندما بكى وذرف الدموع في السعودية قال لن يتفوق النصر السعودي إلا إذا أتى بفلسفة ريال مدريد، والفلسفة اليوم نكتشفها مع أنشيلوتي، مع فلورنتينو بيريس، مع توني كروس أيضا. ما رأيك؟ بالفعل ريال مدريد فريق تاريخي، فريق الألقاب، يعني كل من يأتي إلى ريال مدريد هو يعلم بأنه أتى إلى فريق يبحث كل موسم على دوري الأبطال، على البطولة والسيطرة على أغلب البطولات. يعني حتى كما قلت في مقدمة جميلة، قلت بأن يعني اللاعبين حتى اللي ما همش معروفين على المستوى العالمي لما يأتون إلى ريال مدريد يتغيرون بشكل كبير. حتى خوسيلو الذي كان عرضة للانتقادات نظرا إلى ضعفه الفني مقارنة بالبقية، ولكن رغم ذلك ساهم مع ريال بالتأهل إلى النهائي، مسجل 4 أهداف. في حين لما تكلم على ريال مدريد بصفة عامة، تكلم على فريق فاز ب 15 لقب من أصل 18 نهائي في تاريخ هذه البطولة، الأقوى والأعرق، يعني الأقوى، نقول الأقوى ليس الأعرق لكن الأقوى في أوروبا وفي العالم. لذلك ريال مدريد هو فريق استثنائي، نتكلم على فريق مسجل 25 هدف بين يعني نجومه، تكلم على فينيسيوس ربما المرشح ليفوز بالبالوندور، وكل يعني الآراء تصب في صالحه والكل يقول بأنه حسمها بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمس. نتكلم على 4 لاعبين متحصلين على 6 ألقاب في هذه البطولة، يعني لاعبين متحصلين على ألقاب أكثر من أندية. يعني مثلا بين الغريم برشلونة وريال مدريد، نشوف بأن برشلونة متحصل على 5 ألقاب، في حين توني كروس يعني متحصل على 6 ألقاب. مودريتش يعني صراحة ما يحدث في ريال مدريد هو أمر كبير جدا، أمر يعني استثنائي لا يحدث إلا في هذا الفريق. ونتحدث أيضا حمزة عن كارلو أنشيلوتي، أكثر مدرب يخوض مباريات في دوري أبطال أوروبا برصيد 204، أكثر مدرب فاز بالمباريات في تشامبيونز ليج بمعدل 116 مباراة، بالإضافة إلى أنه أكثر مدرب وصل إلى الدور نصف النهائي 10 مرات ووصل إلى النهائي 6 مناسبات. يعني مورينيو البارح قال أنشيلوتي ليس مدرب سوشيال ميديا، أنشيلوتي مدرب حقيقي، وإذا لم تصدقوني ذهبوا إلى مكتبه
وعدوا عدد الميداليات التي يضعها في هذا المكتب. بالفعل يعني حتى بعيدا عن الأرقام التي قلتها وهي أرقام كبيرة لمدرب ربما الآن يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، شخصية هذا المدرب هي التي انعكست على الفريق في السنوات الأخيرة، لأنه كما قلنا الرياض ربما ليس بنفس القيمة من حيث النجوم كما كان عليه الأمر سابقا لما كان كريستيانو بنزيما وغاريت بيل، ولكن ريال مدريد مع أنشيلوتي بشكل آخر يعني في المباراة الصعبة والمباراة التي كانت جد صعبة على النادي شفنا شخصية وهدوء هذا المدرب انعكست على الفريق عامة. في مباراة مانشستر سيتي الكل كان خائفا إلا أنشيلوتي، وقالها في أحد التصريحات قال كان يقوم يعني بتهدئة اللاعبين وحتى الطاقم الفني لأن مساعد المدرب هو ابنه صغير في العمر لا يملك الخبرة، يعني مدرب حماسي، لكن الوالد كان دائما يتابع تحركات الطاقم الفني واللاعبين وهذا منعكس إيجابا على الفريق. ولو يعني لو نلاحظ بأن الفريق يفوز بأغلب المباريات في الدقائق الأخيرة، يعني كما يسمى مصطلح ريمونتادا أصبح مصطلح ينسب إلى ريال مدريد لأنه في كل تقريبا في كل موسم مع أنشيلوتي يقوم على الأقل حتى يمكن القول هذا عن مباراة الأمس حمزة، يعني الشوط الأول كان لبوريسيا دورتموند أضع فيه الكثير من الفرص، بين الشوطين يبدو بأن أنشيلوتي كان له كلام مع اللاعبين لدرجة أن مدريد عادت بشكل آخر في الشوط الثاني وحسمت الأمر مع هذه الرأسية التي استغرب لها الجميع لكارفاخال بسبب قصر قامته ويبدو بأنه تدرب عليها كثيرا. بالفعل هذا ما قلته أمس أيضا أنا بعد نهاية المباراة، قلت بأن ريال مدريد في أصعب الظروف تجد لاعب يأتيك من بعيد، نتكلم على كارفاخال أقصر لاعب في الفريق يقوم بالمحاولة الأولى تمر جانبا المحاولة الثانية يضعها في الشباك من ركنية، هذا أمر غير معتاد في ريال في يعني في الكرات الثابتة والركنيات، ولكن مع ريال مدريد الأمر عادي بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. لو نتكلم أيضا على المباراة يعني نتكلم على فنيا كانت مباراة في اتجاه دورتموند، فريق لعب بخطة 4-3-3 مع التحولات سريعة، كان يلعب ببلوك منخفض وقوة دورتموند أمس كانت في غلق المساحات أو عزل فينيسيوس ورودريجو على الأطراف، لأن قوة ريال مدريد كانت هي دائما الأطراف سواء فينيسيوس أو رودريجو قام بعزلهما أمس، ثم يقوم بتحولات سريعة بقيادة سانشو وأديمي الذي قدم مباراة كبيرة، يعني ما نقص دورتموند هو الفعالية، لكن ريال مدريد لما عاد في المباراة في الشوط الثاني ورفع البلوك ثم يعني غير حتى في التشكيلة، كان يلعب بخطة 4-2-3-1 تحول إلى 4-4-2، يعني أصبح يلعب بلاعبين في الهجوم اللي هما فينيسيوس ورودريجو، يعني أعطاهم الحرية وأبعدهم على الأجنحة، في هذه الحالة تحول اللعب كلية ريال مدريد، لكن الأهم في كل هذا أن ريال مدريد يعرف كيف يستغل الفرص، يعني من فرصتين إلى ثلاثة حسم المباراة الأولى بركنية والثانية بمجرد أول خطأ لدورتموند في المباراة دفع ثمنه غاليا. طيب حمزة، هذا عن مباراة الأحلام التي شهدناها البارح وهذا المدرب الحقيقي، حتى مدرب بوريسيا مدرب حقيقي وليس مدرب سوشيال ميديا. نعود نقوله إلى الأمور الخاصة بالجزائر لو سمحت في الوقت المتبقي، بعد الندوة الصحفية التي قدم فيها فلاديمير بيتكوفيتش تشكيلة اللاعبين في توقيت أيضا جديد بالنسبة لنقطة الاتصالات هذه، وبليلي أبدأ السؤال من بليلي لأنه اليوم المكلف بالإعلام على مستوى الفاف قال بأن بيتكوفيتش لم يقصد الإساءة إلى بليلي عندما قال أنه غير منضبط، بل هو قال أنه معاقب من الفيفا، وهذا حسب المكلف بالإعلام في الفاف. وأزمة محرز أيضا مطروحة، هل تعتقد بأن الأزمات طغت على هذه التشكيلة وهل يمكن أن تؤثر، وما رأيك أيضا في هذه في تفاصيل ما يقال حول بليلي ومحرز تحديدا حمزة؟ هو فيما يخص هذه القضية الأمر ما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني أكيد من صعب جدا اختيار يعني 25 لاعب في القائمة
هذا أمر صعب خاصة في الأعوام الأخيرة. أصبح المنتخب لديه عديد من اللاعبين ناشطين سواء في أوروبا أو في البطولة الوطنية. قضية بليلي أنا كانت يعني استفسارات مع صحفيين كانوا حاضرين في المؤتمر الصحفي يعني قبل أن يصرح يعني سعيد فلاك المكلف بالإعلام على مستوى المنتخب الوطني، هو نفس الكلام الذي قيل لي من طرف الصحفيين الذين كانوا حاضرون في المؤتمر الصحفي، قالوا بأن هو تكلم على أن لديه مشكلة مع الفيفا وليس لم يتكلم على يعني سلوكه بالنسبة له كلاعب، ربما فهم الأمر بشكل خاطئ أو تم تمرير المعلومة بطريقة أخرى، ولكن هذا ربما هذا هو الأقرب إلى الحقيقة وما اتفق عليه يعني الصحفيين والناس الذين كانوا حاضرون في المؤتمر الصحفي. لكن المشكلة هو أنه لما نحول هذه الأمور إلى مشكلة تؤثر على المنتخب والجو العام للمنتخب الوطني، بالنسبة لمحرز نفس الأمر، محرز ربما قضيته في قضية بليلي. معليش حمزة قبل ما نروحوا إلى محرز، أنت قلت بأنه يجب التأكد وهذا مهم جدا لأنه يؤثر على معنويات اللاعبين والمنتخب، لأنه المولودية ذهبت إلى إصدار تصريحات على أن لاعبها ناجح، حتى بليلي نشر صورة له رفقة رئيس الجمهورية والكأس في إشارة معينة، عبد الحق بن شيخة كان له تصريحات مثيرة تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أن بليلي لاعب يسجل أهداف وبيتكوفيتش ما غاديش تصاهره، يعني ما غاديش تناسبه باش تهضر على أخلاقه أو سلوكياته. أعتقد بأنه كان هنالك تسرع أيضا من بن شيخة في هذا النقطة بالذات، مانيش عارف، فهذا الذي ينبغي تأكد من المعلومات قبل إصدار أحكام مطلقة. بالفعل يعني كان على عبد الحق بن شيخة كوتش كبير محقق يعني مع اتحاد العاصمة الكأس الإفريقية، كان عليه أن لا يطلق مثل هذه التصريحات قبل أن يتأكد، وحتى لو يتأكد يعني تصريحات خارج عن الإطار الرياضي، لأن الانضباط أهم من أي شيء. يعني لما تقول أنت اللاعب المهم أنه يسجل ويلعب جيدا، ما يهمش أنك تشوف الجانب الانضباطي، لا، الرياضة انضباط قبل أن تكون أهداف. ولو نتكلم على الإحصائيات ومن ذلك، لو قلت بأن بليلي لمدة سنتين لم يسجل مع المنتخب الوطني، بليلي في سنتين الأخيرة لم يكن موفقا مع المنتخب الوطني، تقريبا أغلب مبارياته هي محاولة المراوغات، محاولة يعني استفزاز الخصوم، شفنا كيفاش يسقط في منطقة المنافسين. ايضا تكلمنا في الذكر القاده في الحصه السابقه على الجانب التكتيكي لهذا اللاعب في الملعب، قلنا بانه في هذا الجانب ضعيف جدا، يقوم يعني شل حركه لاعبه الظهير الايسر، يعني لا يساعده في العمل التكتيكي. ونحن نتكلم على ايت نوري يعني احد افضل الاظهره في العالم، لابد ان يكون لاعب يعطيه الفرصه، يعطيه المساحات من اجل ان نستغله في التنشيط الهجومي، وهذا ما لم يكن بليلي. ايضا هناك بعض اللاعبين في منصبه الآن يقدمون جيدا مع فرقهم ومنضبطين وما إلى ذلك. يعني هو الأهم في كل هذا، يعني جوهر الكلام هو أن بيكوفيتش اعتمد على ما رآه في التربص السابق، هو مدرب أتى حديثا يعني كان له تربص واحد، منطقيا أي مدرب لما يأتي في أول مبارياته تكون لديه تشكيلة ما أو قائمة ما أو مجموعة من اللاعبين، يقوم بتمرير أفكاره الفنية والتكتيكية لهذه المجموعة ليحضرها من أجل المباريات المقبلة والقريبة. هذا هو جوهر الكلام. صحيح صحيح. طيب الآن حمزة لو تكرمت فيما يتعلق برياض محرز، هل انتهت الأزمة باعتقادك؟ نظن بأن حتى محرز كان تصرفه غير مقبول كونه قائد فريق المنتخب الوطني من سنوات ولاعب كبير لعب في المستوى العالي. المشكلة أنه لما في الطرب السابق لما قال المدرب بأنه اتصل به ولم قال له أعتذر لن أأتي دعني أرتاح قليلا، لم يعني ينفي محرز بمنشور ما قاله المدرب في أنذاك، ولكن الآن في المرة الثانية محرز ينفي ما قاله المدرب. يعني محرز كان يبحث عن خطأ المدرب من أجل أنه يخرج بمنشور ويقول بأن
الاتحادية والمدرب المتصلة به، وهذا أمر يعني غير مقبول و يعني تصرف كان متسلع من قائد المنتخب الوطني، كان عليه أن يتقبل القرار دون الدخول في مشاكل. أنا بعد ما شفنا بعد هذا المنشور شفنا بعض ردود الأفعال بعض اللاعبين في صورة شيبي أيضا الذي وضع ستوري وضع فيه إحصائيات ردا على ما قاله بيتكوفيتش في الندوة الصحفية. صحيح بيتكوفيتش ربما أخطأ في تقدير شيبي وقال بأنه لا يملك إحصائيات، شيبي رد عليه في ستوري وهذا أيضا أمر غير مقبول ويؤثر على السير العام للمنتخب الوطني. نفس الشيء لبليلي أيضا قام ببعض وضع بعض ستوريات لي يعني كانت تلميحية لماذا لم يكن في المنتخب الوطني. لذلك لابد أن نستخلص الدروس مما يقوم به اللاعبين الآن، وأيضا حتى يعني المحيط الإعلامي والمحيط يعني الرياضي لابد أن يتريث ويتقصى الأمور جيدا ثم يطلق الأحكام. يجب ضبط الأمور وترتيب البيت داخليا حتى نركز على الرياضة وعلى الميدان أكثر. يعطيك الصحة حمزة كحلوش المدرب، مدرب كرة القدم والناقد الرياضي، كنت معي عبر خدمة سكايب. يعطيك الصحة، شكرا حمزة. شكرا لكم. شكرا للمشاهدين، السلام عليكم، غدا نلتقي إن شاء الله.